مرحبا، كيفكم؟ اشتقت لكم كثير صراحه، وعارفه اني مقصره، لي زمان ما نزلت فيديوهات، معلش كنت مسافره وكان عندي كم شغله، فكتير كنت معجوقه يعني، فما قدرت افضى. هلا بس فضيت جينا لنعمل مع بعض بلوزه كثير حلوه ومهضومه، بلوزه صيفيه. ممكن انتم تستخدموا خيطان شتوي وتعملوها بلوزه شتويه. استخدمت فيها انا هذا الخيط، ما بعرف صراحه اذا موجود منه هون، بس في شبيه منه من انواع ثانيه طبعا اكيد، لانه جبته من امريكا. هيدا تستخدمه في سناره 1.75، بس انا اخترت فيه سناره 2. اوكي، رقم 2 كما انتم شايفين الكاميرا، رقم 2. رح نبلش اول شيء نعمل الورده. رح نعملها بدائره سحريه، مثل ما عرفنا الدائرة السحرية، بنلف الخيط بنطلعه من جوا وبنعمل سلسلة. رح أعمل بهاي الدائرة 8 عواميد. العمود مثل ما قلنا بنلف الخيط على السنارة، بندخل بالدائرة بنطلع، بنطلع من 2 وبنطلع من 2. هيدا عمود، هيدا 2. إذا استخدمتوا أنتوا 3 سلاسل ورا بعض فحتحسبوها هي عمود، فأنا ما عملت 3 سلاسل، دخلت بعمود دغري، حيكونوا 8 عواميد. تأكدي من العد قبل ما تشتغلي الدور الثاني، لأنه إذا ما كان العد صحيح حيترخبط معي كل شيء وما رح تقدر تعمليها مربعة. تمام، فأنا هون صار عندي عمود 2 3 4 5 6، هيدا السابع وهيدا الثامن. بشد الخيط برجع بتأكد، متأكد سبعة، عمود 2 3 4 5 6 7 8. رح ارجع للعمود الاول، بدخل باول سلسلة وبعمل عقدة تقفيل. تمام، صار عندي 8 عواميد. هلا بدخل الخيط الثاني اللي انا بدي اياه. تنظيف رح نتركه لاخر شيء، طبعا ما حنضيف بين وحده وحده. هلا رح اخذ وادخل بالسلسله، بشد الخيط عشان تكون السلسله قويه معي، خيط البيج وخيط الاخضر، بلف الخيط على السناره بالفراغات. رح ادخل انا ب هذا اول فراغ، شوفوا اللي طلعت منه مبين كتير لاني قفلت فيه، شوفوا بدخل فيه وبعمل عمود بلفه، برجع بدخل في نفسه وبعمل كمان عمود بلفه، برجع بدخل في نفسه وبعمل عمود بلفه. صار عندي 3 عواميد. تمام، هلا بدخل للفراغ اللي بعده وبعمل عمود بلفة، كل فراغ حاعمل 3 عواميد بلفة. هذا العمود الثاني وهذا العمود الثالث. لازم يكون عندي انا 8 من البتلات هول. تمام، هاي 2، بروح للفراغ اللي بعده وبعمل 3 عواميد. نروح للفراغ اللي بعده، كمان بعمل 3 عواميد، واحد وهي 2 وهي 3. رح كملهم وارجع لكم. تمام، هيك انا خلصت. نتأكد بنعد كم 3 عندي. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، معناته شغلي صحيح. بروح على اول 3 وبسكر. تمام، هلا باخذ اللون الثالث. اللون الثالث حاشتغل فيه ليصير انا عندي مربع، لانه مثل ما شايفين انتم انا هون عندي دائره، هلا بدنا نحولها لمربع. بندخل الخيط وبشد الاخضر
بنشد الخيط عشان يمسك منيح، وبلف الخيط وبطلع. هلا عند اول ثلاث عواميد اللي هني هون محل ما طلعت، بلف الخيط وبفوت باول فراغ وبعمل ثلاث عواميد. هذا اول عمود، واحد، هذا ثاني عمود، اثنين، وهذا ثالث عمود، ثلاثة. ما بعمل لا سلسلة ولا شيء، بروح للفراغ اللي بعده، شايفين الفراغ، بلف العمود وبدخل فيه وبعمل كمان ثلاثة عواميد. هذا واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة. نروح للفراغ اللي بعده، هلأ بدي أعمل ثلاثة سلسلة، ثلاثة لأقدر أعمل القطعة مربعة. هاي أول واحد، هذا تاني عمود، وهذا التالت عمود. هلأ بعمل سلسلة وبعمل بنفس المحل كمان ثلاث عواميد. هذا واحد، هذا اثنين، وهذا ثلاثة. برجع للفراغ اللي بعده بعمل ثلاث عواميد. هذا واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة. نرجع للفراغ اللي بعده، رح أعمل ثلاثة سلسلة ثلاثة. هذا أول عمود، وهذا ثاني عمود، وهذا ثالث عمود. بعمل سلسلة، نرجع بنفس المحل، بعمل ثلاث عواميد. هذا واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة. برجع المفارغ اللي بعده، رح أعمل بس ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. لاحظوا كيف المربع صار عم بيبين معي كمربع، تمام؟ برجع الفراغ اللي بعده، رح أعمل ثلاثة، ها واحد، هذا اثنين، وهذا ثلاثة. نعمل سلسلة، نرجع نفس المكان، واحد، اثنين، ثلاثة. نروح على الفراغ اللي بعده، بنعمل ثلاث عواميد. هذا واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثة. برجع على الفراغ اللي فيه ثلاثة ناقص ثلاثة، رح فوت بنفس المكان وبعمل عمود، اثنين، ثلاثة. بعمل السلسلة وبسكر بأول ثلاثة. وبقص الخيط، وبقص الخيطين الباقيين، وبشدهم. بسكر أول شيء الدائرة ضيقة، وصارت عندي القطعة بهاي الطريقة. هلا ممكن أنت تستخدمي قطعة أكبر مثل ما بتحبي، ممكن تستخدمي يعني تزيد المربعات. طبعا رح نمشي بواحد بواحد فوق كل اثنين 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 لحد ما تزيدي المربعات. انا حابة اعملها بقطع صغار، رح نشوف مع بعض قد ايه بدنا نستخدم قطع. طبعا هلا ما فيني اقرر. اللي بتحب تعرف كيف تاخذ المقاس، اذا عندها سداري هاي البلوز اللي بتجي حفر، ممكن تجيبها وتاخذ مقاس المربعات عليها. بعدين فرجيكم بس نشتغل القطع كيف رح اخذ انا على بلوزي عندي مقاس البلوزي. رح اعمل لها كم، طبعا هعمل لها مثل الستيان لها شريطه. رح نشوف سوا كيف. هلا هعمل مكعبات على قد مقاس البلوزي وارجع لكم. وهلا بعد ما عملت كميه هالقطع، عشان تعرفي كيف تاخذي مقاس البلوزي، ممكن تجيبي اي بلوزي عندك، تمام،
وتحطي المقاسات قديش بالطول وبالعرض. مثلا أنا بالطول رح تاخد 5 قطع وبالعرض رح تاخد تقريبا 3 قطع، بس أنا بدي إياها تكون ما فيها باط رح أعملها 4 قطع. تمام؟ هنمشي بخمسة بأربعة، أعملها بطبقة، نرجع نعمل طبعا مثل طبقة تانية للوجه الظهر. هلأ بدنا نعملهم ونشبكهم مع بعض. رح نمسكهم بالخلف مثل ما تعودنا كالتشبيك وننزل بقطبة قطبة بهاي الطريقة. تمام؟ برجع للغرزة اللي بعدها، باخد غرزة على غرزة علشان ما يطلع فيها عدم تساوي أو شي غلط. هلأ أنا بديت هيك، رح أبدأ بوحدة بوحدة خمسة، برجع ببدأ من هون التشبيك خمسة، رح شبك أول دور وارجع لكم. وهيك بعد ما وصلت المربعات كلهم، طبعا فيكم تعملوها على الطوقين إذا حبيتوا من هاي الجهة، بس أنا عملتها على هيدا الطوق. رح نقلبها رح تكون بهاي الطريقة. هلا بدي أعمل لها السلاسل. رح نبلش طبعا السلاسل تعتمد مثل ما أنتوا بدكم، يعني حسب الطول حسب العرض. رح أبدأ بأول سلسلة من هون من آخر وحدة بالحبة. تمام؟ حنطلع بسلاسل عادية، رح أعمل على قد الطول اللي بدي إياه. تمام؟ وارجع لكم. أنا عملت تقريبا هون شي 55 غرزة. تمام؟ هون أخذناها من هون من قدام، رح نشبكها بنص هاي. رح نعمل غرزة حشو، رح أطلع بكل سلسلة من السلاسل بغرزة حشو. غرزة حشو عادية. تمام؟ رح كملها بهي الطريقة وبرجع لكم. وهيك بعد ما خلصتها وعملت لها الإيدين صارت جاهزة. طبعا أنتوا بتحبوا تزيدوها، بتحبوا تكبروها حسب ما أنتوا بتحبوا، بس هي مثل السداري جاية فوق بوزي بيضة، قميص أبيض، تي شيرت ستريتش، أي شيء. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك، وشكرا لكم.